بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واتبع هداه وسلم يا رب تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات علوم القرآن، ومع موضوع مهم من موضوعات علوم القرآن وهو أسباب النزول. القرآن الكريم نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان المقصد من نزول القرآن الكريم الإعجاز، ومن مقاصد نزول القرآن الهداية، هداية الناس وتعليمهم أمور دينهم، كيف يتعاملون مع ربهم وكيف يتعاملون مع أنفسهم وكيف يتعاملون مع غيرهم من بني جنسهم. ومن مقاصد نزول القرآن كذلك التعبد بتلاوته، فتلاوة القرآن من خصائص القرآن أن تلاوته هي عبادة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لكن نزول القرآن عندما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل أحيانا لبعض الحوادث والوقائع التي كانت تحدث، ومن أجل ذلك قلنا فيما مضى إن من الحكم والفوائد في نزول القرآن منجما، يعني لم ينزل جملة واحدة مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نزل منجما مفرقا في مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في مدة البعثة ومدة الرسالة، نزل القرآن الكريم مجاراة للحوادث والوقائع والإجابة على الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض العلماء يقول لنا ويؤصل ابتداء في هذا الموضوع المهم بقوله لنا: القرآن الكريم من حيث نزوله على نوعين. النوع الأول وهو يشمل الأغلب والأكثر من آيات القرآن، نزل ابتداء دون سبب، يعني نزل به جبريل مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي لأصحابه، وهذا هو أغلب وأكثر آيات القرآن الكريم. وقسم ثاني نزل على أسباب. يبقى إذن القسم الأول قسم نزل ابتداء دون سبب، من غير سبب، والقسم الثاني نزل على سبب. معنى نزول القرآن على سبب أنه كان مرتبطا بأحوال معينة، بملابسات محددة. والمراد بهذا النوع الثاني، القسم الثاني، هو درسنا أسباب النزول. فنحن الآن سندرس من الناحية التأصيلية لموضوع أسباب النزول. يبقى القرآن الكريم نزل قسم منه نزل دون سبب، وهذا هو الأكثر والأغلب، وقسم آخر قليل نزل على أسباب معينة. فما معنى أسباب النزول؟ ما معنى نزول القرآن على أسباب؟ قالوا في تعريف سبب النزول: هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه، يعني قد تحدث حادثة أو واقعة أو تنزل، فتنزل آية واحدة، وقد تحدث حادثة أو واقعة فتنزل مجموعة من الآيات. ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه، يعني تتحدث في شأنه وتبين حكم الله فيه، أو مبينة لحكمه، أو مبينة لحكمه لكن أيام وقوعه. وهذا قيد مهم في تعريف سبب النزول. يبقى سبب النزول ما نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه، تتحدث في شأنه أو تبين حكمه، لكن أيام وقوعه. ومعنى أيام وقوعه أن تنزل الآيات بعد هذه الحادثة أو تلك الواقعة أو هذا السؤال مباشرة، أو تنزل بعده بقليل، أو تنزل بعده بقليل، لا أن ندخل قصص الأنبياء أو الحوادث التي حكى القرآن الكريم عنها على أنها
حوادث أو على أنها أسباب نزول لتلك الآيات أو لهذه الآية الواحدة، كما وقع في ذلك بعض العلماء وبعض الناس قال إن مثلا قصة الفيل، حادثة الفيل التي وقعت قبل أو أثناء ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت قصة الفيل، فلما نزلت سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قالوا إن سبب نزول سورة الفيل هي تلك الحادثة التي حدثت يعني قبيل ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا خطأ، لأننا اشترطنا في التعريف ووضعنا قيدا سبب النزول ما نزلت الآية أو الآيات لتبين حكمه أو لتتكلم وتتحدث عنه أيام وقوع هذه الحادثة، أيام وقوع هذه الحادثة. لكن قصة الفيل كانت قبيل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل بعد ذلك القرآن، ولو قلنا إن سورة الفيل يعني من أوائل ما نزل فإن يكون بين هذه الحادثة وبين نزول السورة أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة. إذن سبب النزول يشترط فيه أن تنزل الآيات بعد الحادثة والواقعة مباشرة أو بعده بقليل. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما تحدث الحوادث بينهم أو تقع بعض الوقائع فيما بينهم ويعني يستشكل بعضهم على بعض الأمر أو الحكم، ماذا يصنع، ماذا يفعل، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحكي له ما حدث، فينزل الوحي الشريف ليبين حكم الله تعالى في تلك الحادثة والواقعة. أو يأتي صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي اليهود، أو يأتي مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيوجهون إليه بعض الأسئلة، فينزل الوحي الشريف ليجيب على أسئلتهم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. فأسباب النزول المقصود بها بيان حكم الله تعالى في الحادثة أو الواقعة التي حدثت، أو إجابة الأسئلة التي وردت ووجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من أصحابه أو من مشركي قريش أو من اليهود. كيف نعرف سبب نزول الآية؟ سبب نزول الآية لا يستطيع أحد أن يعرفه إلا عن طريق النقل، عن طريق السماع، أن يروي لنا الراوي الصحابي الذي حدث الحادثة، يروي لنا حدث كذا وكذا، فنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا. ولا مجال للعقل، لا مجال للرأي ولا للاجتهاد، ولا مجال لأن يعمل بعض الناس أفكارهم وعقولهم ليخرجوا علينا بأن هذه الآية قد نزلت بسبب كذا وكذا من خيالهم وأوهامهم وعقولهم، هذا مستحيل. فطريق معرفة سبب النزول فقط هو الرواية والسماع والنقل الصحيح، والنقل الصحيح. وقلت النقل الصحيح لأننا عندما ندرس ونتأمل في روايات أسباب النزول المدونة في بعض الكتب، فإن العلماء قد أفردوا أسباب النزول بالتأليف في مؤلفات ومصنفات خاصة، مثلا علي بن المديني شيخ الإمام البخاري له كتاب في أسباب النزول، ومثل الإمام الواحدي له كتاب أسباب النزول، ومثل الإمام ابن حجر له كتاب في أسباب النزول أسماه العجاب في بيان الأسباب، ومثل الإمام السيوطي له كتاب في أسباب النزول أسماه لباب النقول في أسباب النزول. هذه الكتب جمعت لنا روايات متعددة في أسباب النزول، لكن عندما نمحص وندقق وندرس هذه الأسباب ونطلع على
طريقي على الطريق التي على الطريق التي جاءتنا منه تلك الأسباب، سنرى أن أسباب النزول تنقسم إلى صحيح وضعيف وموضوع. فمن أسباب النزول ما هو صحيح وهذا نأخذه، وهذا نأخذه، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع أصلا تخيل بعضهم شيئا أو ربط بعقله بين آية وبين حادثة وادعى أنها سبب نزول لهذه الحادثة. إذن لا نعرف سبب النزول إلا عن طريق النقل عن الصحابة رضي الله عنهم. وقلنا قبل ذلك لماذا الصحابة؟ لأنهم شاهدوا التنزيل وعاصروا الوقائع والأحداث والملابسات التي نزل عليها الوحي الشريف. ومن هنا قال العلماء قول الصحابي في سبب النزول له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا أو كذا فإننا نأخذ قوله إذا صح طبعا على كأنها قوله هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ قال لأنه لا مجال للرأي ولا الاجتهاد في أمثال هذه الأمور، كما أنه يبعد عندنا أن يكون الصحابي قد قاله من تلقاء نفسه. طيب هذا قول الصحابي، فما قول التابعي؟ يعني إذا جاءنا سبب نزول عن طريق تابعي فهل قول التابعي له أيضا حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول نعم له حكم المرفوع، إلا أننا نسميه خبرا مرسلا، ومعنى مرسل يعني سقط منه الصحابي، ومرسل منه الصحابي سقط، يعني الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعي الصحابي قد سقط من الطريق ومن الرواية. فنأخذ بقول التابعي في سبب النزول إذا صح سنده أيضا، إذا صح سنده، لأنه يبعد أن يكون أيضا قد قال التابعي هذا السبب من تلقاء نفسه، بل يعني يحتمل أنه قد سمعه من صحابي والصحابي قد شاهد هذا التنزيل وهذا الـ يعني الملابسات، شاهد هذه الملابسات التي حدثت فنزل الوحي الشريف. ومن هنا لا يجوز أن يخترع الإنسان سببا لنزول آية ويقول ويزعم ويدعي أن هذه الحادثة أو الخيال الذي قاله سبب لنزول الآية، فهذا يقول في القرآن برأيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل والخطأ. ما الفوائد المترتبة أو التي نتحصل عليها من خلال دراستنا لموضوع أسباب النزول؟ يعني ما الحكمة والفائدة التي تعود علينا من معرفة سبب نزول الآية؟ قالوا أول فائدة، قالوا أول فائدة تعود علينا أن الاستعانة بسبب النزول على فهم الآية. نستعين بالحادثة التي وقعت وبالرواية التي جاءتنا وقالت لنا حدث كذا وكذا فنزلت الآية بكذا، هذه الواقعة وتلك الحادثة تعيننا على فهم النص القرآني الشريف، تعيننا على فهم النص القرآني الشريف. ومن هنا قال العلماء لا يمكن معرفة الآية دون، يعني لا يمكن معرفة تفسير الآية ومعنى الآية إلا إذا وقفنا على قصتها وأسباب نزولها. وبالمثال يتضح المقال. نحن نقول سبب النزول يعيننا على فهم النص القرآني فهما صحيحا سليما بعيدا عن الزلل والخطأ. ورد أن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ففهم من هذه الآية أن السعي بين الصفا والمروة ليس فرضا، وإنما من فعل إنما هو بالاختيار، من فعله فعله، ومن لم يفعله فلا حرج عليه، بدليل نفي الجناح، قال فلا جناح عليه،
ونفي الجناح اللي هو الإثم أو الحرج هنا رفع الإثم والحرج لا يدل على الفرضية، هكذا فهم من الآية من نص الآية من ظاهر الآية. فذهب إلى خالته أم المؤمنين عائشة فعرض عليها فهمه، ثم بينت له أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الفهم الصحيح للآية، وقالت له إن هذه الآية نزلت على سبب كان المسلمون في بادئ الأمر يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن المشركين قد وضعوا على الصفا صنما ووضعوا على المروة صنما، وكانوا يطوفون بين الصنمين، بين الصنم الموضوع على الصفا والصنم الموضوع على المروة. وفي بعض الروايات يعني جاءتنا أسماء هذه الأصنام، قالوا كان على الصفا صنم يسمى إيساف، وعلى المروة صنم يسمى نائلة، وكان المشركون يسعون بين إيساف ونائلة. فلما فرض السعي على المسلمين تحرجوا منه حتى لا يقلدوا المشركين، فنزلت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا حرج عليه، لا يتأثم ولا يتحرج أن يسعى بين الصفا والمروة تقليدا للمشركين، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرأينا في هذا المثال أن أم المؤمنين رضي الله عنها قد بينت المعنى الصحيح للآية عن طريق سبب النزول. كذلك قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فبعض الناس فهم أن التي يئست من المحيض لا عدة عليها، لا عدة عليها، وأن الصغيرة كذلك لا عدة عليها، التي لم تحض بعد، التي لما تحض بعد لا عدة عليها، بدليل أن الله تعالى قال إن ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فلا تعتد الصغيرة ولا تعتد اليائسة من المحيض إلا في حالة الارتياب فقط، هكذا فهم من ظاهر الآية. وهذا الفهم الخاطئ سيزول ويرتفع عندما نعلم سبب نزول هذه الآية. فهذه الآية لما نزلت، آيات العدة في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء إما هو الحيض أو الطهر. طيب التي لا تحيض أو التي انقطع عنها الحيض ماذا تصنع؟ فنزلت هذه الآية لتبين أنواع وتبين بقية أنواع المعتدات، بقية أنواع النساء التي يعددن ويتربصن في عدتهن بعد الطلاق. يبقى هذه الآية الشريفة خطاب لمن لم يعلم ما حكم الصغيرة والكبيرة التي لم تحض بعد والتي انقطع عنها الحيض. فإذا عرفنا ذلك ارتفع هذا الفهم الخاطئ. فمعنى إن ارتبتم أي إن أشكل عليكم حكم الصغيرة والكبيرة فهذا هو حكم، فهذا هو في هذه الآية واللائي يئسن من المحيض، هذا هو حكم الصغيرة والكبيرة. كذلك قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا لو أخذ على ظاهره لاقتضى واستلزم أن المصلي إذا صلى في أي جهة فصلاته مقبولة، وهذا خلاف ما أجمع عليه الناس. وسبب النزول يصحح لنا هذا الفهم، بأن الآية نزلت في صلاة النافلة للمسافر، يعني صلاة التطوع للمسافر، أو نزلت للرد على اليهود الذين سفهوا
المسلمين بسبب تحويلهم القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة. وبهذا السبب، إذا عرفنا هذا السبب، ارتفع الإشكال الوارد في الآية أو الفهم الخاطئ للآية. من فوائد أيضا دراسة أسباب النزول ومعرفة سبب نزول الآية أو الآيات أن نقف على حكمة الله تعالى البالغة في تشريع الأحكام. فإذا وقف المؤمن على حكمة الله تعالى في تشريع الأحكام ازداد إيمانه وقوي يقينه، ويعني على تصديقه بآيات القرآن الكريم وبأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع. وأيضا إذا علم الحكمة غير المسلم فإنه يعلم ويقف على أن الله تعالى ما شرع حكما لعباده إلا وكان في هذا الحكم مصلحة للعباد، هذا الحكم يجلب لهم منفعة أو يدفع عنهم مضرة. فإذا وقفنا على حكمة الله تعالى في تشريع الأحكام عن طريق معرفة الملابسات والحوادث والوقائع، فلا شك أن المؤمن يزداد إيمانه، ولا شك أن غير المسلمين سيفكر ويعني يرجع إلى نفسه ليعلم ويقف على أن هذا التشريع الحكيم لا يكون إلا لمصلحة العباد. كذلك من الفوائد التي ذكرها العلماء لمعرفة أسباب النزول، قالوا رفع توهم الحصر. رفع توهم الحصر بمعنى أو بالمثال يتضح المقال، قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية. فقد يدعي بعض الناس الحصر في هذه الآية، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأصناف المذكورة. والحق أن هذا الحصر غير مراد، لأننا إذا علمنا سبب نزول الآية عرفنا أن هذه الآية ترد على المشركين الذين حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولم يقصد من هذه الآية هو حصر المحرمات في هذا العدد وفقط. وبذلك يكون سبب نزول هذه الآية قد رفع لنا توهم الحصر. من الفوائد كذلك في دراستنا ومعرفتنا لسبب نزول الآية أن نقف على من نزلت فيه الآية. هناك بعض الآيات القرآنية جاءت على طريق الإبهام، أبهمت لنا الأشخاص، لأن القرآن لا يعنى ببيان الأشخاص ويعني الأسماء وكذا، إنما القرآن يعنى بالعبرة والشأن، العظة والعبرة من الموقف أو من القصة. ولذلك وجدنا في كثير من آيات القرآن الكريم آيات جاءت على طريق الإبهام، أبهمت لنا من قام بهذا الفعل، أبهمت لنا ولم تذكر اسم من قام بهذا الحدث، كقوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فمن هو من الناس؟ يعني بعض الناس. من هو هذا الشخص أو من هم هؤلاء الأشخاص؟ فيأتي سبب نزول الآية ليعرفنا أن المراد بهذا المبهم في هذه الآية هو الشخص الفلاني. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، جاءت أسباب النزول وروايات نزول الآية لتقول لنا إن المراد بقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هو صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الفوائد أيضا التي تعود علينا من دراستنا ومعرفتنا لسبب نزول الآية معرفة أن سبب النزول غير خارج من حكم الآية، فيما إذا كان لفظ الآية عاما وورد لها مخصص.
يعني عندنا آيات في القرآن الكريم جاءت بألفاظ العموم، جاءت بألفاظ العموم، وجاءت عندنا رواية، جاءت عندنا رواية في سبب نزول هذه الآية التي جاءت ألفاظها بالعموم، وقد وردت مخصصات لهذه الآية العامة، فنعلم أن الحادثة التي وقعت في هذا الشخص المعين، الحادثة المعينة للشخص المعين التي نزلت على إثرها الآية لا تخرج عن حكم الآية، لا تخرج عن حكم الآية، وإنما صورة السبب تدخل دخولا أوليا في معنى الآية. من الفوائد كذلك التي تعود علينا من دراسة ومعرفة سبب نزول الآيات، قال الفهم السليم، الفهم السليم للنص القرآني وتيسير حفظه، لأننا إذا فهمنا حكم الآية، فهمنا معنى الآية، وساعدنا على فهمها فهما صحيحا كما قلنا سبب نزولها، لا شك أننا سنحفظها حفظا قويا متينا، لأننا نعلم معناها. كما أن ربط الأسباب بالمسببات، ربط الأسباب، ربط المقدمات بالنتائج، يساعد على أن تساعد الإنسان على أن يتذكر الحكم ويتذكر هذا الأمر، لأنه يربط في السبب بالنتيجة المترتبة عليه. هذه هي الأسباب، هذه أسباب النزول، وتلك هي الفوائد التي تعود علينا من دراسة أسباب النزول. من الموضوعات المقررة علينا أيضا موضوع المكي والمدني، والشبهات التي أثارها أعداء الإسلام حول المكي والمدني. المكي، التعريف الأصح الأشهر كما قلنا سابقا، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة، فاعتبار الزمان لا تثبت معه واسطة، لأن القرآن الكريم إما أن يكون قد نزل قبل الهجرة، وإما أن يكون قد نزل بعد الهجرة. وطريق معرفة المكي والمدني كما قال العلماء هو أيضا السماع والنقل عن الصحابة رضي الله عنهم. لماذا الصحابة؟ لأنهم الذين شاهدوا الوحي الشريف وعاصروا الوقائع والملابسات التي أحاطت به. وبعض العلماء كما قلنا عندنا روايات، لأننا لا نعلم المكي والمدني إلا عن طريق النقل، عن طريق هذه الروايات، فعندنا روايات متفقة على أن سورة كذا وسورة كذا مكية، فعندنا قسم اتفق على مكيته، وقسم اتفق على مدنيته، وقسم ثالث اختلف فيه هل هو مكي أو مدني. فقال العلماء إذا درسنا السور والآيات التي اتفق على مكيتها، ودرسنا السور والآيات التي اتفق على مدنيتها، نستطيع أن نميز المكي عن المدني. وبناء على ذلك قالوا هناك طريق يعرف به المكي من المدني، يعرف به المكي ويعرف به المدني، هذا الطريق يسمونه طريق القياس، طريق القياس. ومن الضوابط والمميزات التي وضعوها لمعرفة ذلك، قالوا كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، كل سورة فيها سجدة فهي مكية، ما عدا سورة الحج فقد قيل بأنها مدنية، كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية ما عدا البقرة وآل عمران، كل سورة وردت فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية ما عدا البقرة، كل سورة بدأت بحرف من الأحرف المقطعة فهي مكية ما عدا البقرة وآل عمران وفي سورة الرعد خلاف. والمدني قال كل سورة فيها ذكر للحدود والفرائض، لأنها من التشريعات التفصيلية، وهذه لم تكن إلا في المدينة.
كل سورة فيها حديث عن المنافقين وأحوالهم فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت. كل سورة فيها الإذن بالجهاد أي بيان أحكام الجهاد والقتال في سبيل الله والصلح والمعاهدات والأمور المتعلقة بنظام الدولة فهي أيضا سورة مدنية ما عدا سورة الحج، فبعض العلماء يرى أنها مكية. كذلك يمتاز القرآن المكي ببعض المميزات، منها يغلب عليه الحديث عن العقائد، يغلب عليه الحديث عن الأخلاق والفضائل وأصول العبادات، يغلب عليه الحديث عن المشركين ومجادلاتهم وإقامة الأدلة والبراهين عليهم حتى يؤمنوا. كذلك يغلب عليه قصص الأنبياء، يغلب على القرآن المكي قصر الآيات وإيجاز الأسلوب. أما القرآن المدني فهو يهتم بالحديث ويغلب عليه الحديث عن التشريعات التفصيلية، عن التشريعات التفصيلية في العبادات والمعاملات. كذلك يغلب عليه الحديث عن أهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن. يغلب على القرآن المدني أيضا الحديث عن المنافقين وأحوالهم. يغلب عليه الحديث عن الجهاد في سبيل الله وأحكام الدولة كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسس دولته إلا بعد الهجرة. كذلك يغلب على القرآن المدني طول الآيات والإطناب في الأسلوب، طول الآيات والإطناب في الأسلوب. بعض المشككين طعنوا في القرآن الكريم عن طريق هذا الموضوع المكي والمدني، ومن شبهاتهم حول المكي والمدني قالوا إن القرآن المكي يمتاز بقصر السور والآيات وإيجاز الأسلوب، وهذا كما قلنا في مميزات المكي عن المدني. قالوا القرآن المكي يمتاز بأن آياته وسوره قصيرة، وبأن أسلوبه أسلوب اتسم بالإيجاز، لم يتسم بالإطناب والتفصيل، وإنما الإيجاز والإجمال. وقالوا في ذلك إن محمداً صلى الله عليه وسلم قد تأثر بالبيئة، قد تأثر بالبيئة، فإذا كان القرآن المكي موجز وقصير الآيات والسور، والقرآن المدني طويل الآيات والسور وفيه إطناب وتفصيل، فهذا يدل على أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد تأثر بالبيئة، فلما عاش في مكة تأثر ببيئتهم، ولما هاجر إلى المدينة تأثر ببيئتهم. والرد على ذلك أن نقول إن القرآن الكريم في أعلى قمة البلاغة، في أعلى قمة البلاغة، بلغ شأواً عالياً في الفصاحة والبلاغة، والبلاغة كما هو معلوم مراعاة مقتضى الحال، مراعاة مقتضى الحال. فقولهم التأثر بالبيئة، قولهم التأثر بالبيئة قول خاطئ. لماذا خاطئ؟ لأن القرآن، لأن البلاغة هي مراعاة مقتضى الحال، فإذا كان الحال يستدعي الإيجاز وقصر الآيات والسور فإن القرآن يوجز في أسلوبه وتكون آياته وسوره قصيرة، وإذا كان المقام يقتضي والحال يقتضي الإطناب والتفصيل وطول الآيات فإن القرآن يفعل ذلك، وهذا هو الحال الذي تم ووقع. القرآن المكي يغلب عليه الحديث عن العقائد، والعقائد لا تحتاج إلى تفصيل وإنما تحتاج إلى إيجاز، تحتاج إلى إيجاز. ثانيا القرآن المدني يهتم بالتفصيلات والتشريعات،
والتشريع والأحكام وبيان الأحكام وبيان كيفيتها وهيئتها إلى آخر ذلك يحتاج إلى إطناب ويحتاج إلى طول في الآيات وفي السور. فما فعله القرآن إنما هو من البلاغة وهي مراعاة مقتضى الحال. على أننا نقول إن القرآن الكريم مكيه، إن القرآن الكريم مكيه ومدنيه قد تحدى الله عز وجل به العرب جميعا، بل تحدى به البشرية إلى قيام الساعة. فإذا كان أهل المدينة يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، أو أنهم أفضل من أهل مكة في الفصاحة والبلاغة، والنبي قد راعى ذلك عندما ذهب إليهم، فهذا قول خاطئ، والتاريخ خير شاهد على كذبه وبطلانه. فإن كل من اطلع على تراث العرب يعلم أن أهل مكة قد بلغوا شأوا عاليا ووصلوا إلى قمة رفيعة من البلاغة والفصاحة. الشبهة الثانية، قالوا القرآن المكي يمتاز بمميزات الأوساط المنحطة، أما القرآن المدني فتظهر عليه أمارات الثقافة والاستنارة. يعني يقولون القرآن المكي تظهر عليه بعض الملاحظات أو تظهر عليه بعض الأمارات والعلامات التي تدل على أنه تأثر بالبيئة العربية في مكة. من ذلك يقولون إن القرآن المكي يتصف ويمتاز ويتسم بالعنف والشدة والقسوة والوعد والتهديد والسباب، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إن الإنسان لفي خسر، فصب عليهم ربك سوط عذاب. قالوا هذا فيه عنف وشدة وقسوة وتهديد ووعيد. أما القسم المدني فقالوا لا، يتسم باللين ويتسم بالرحمة ويتسم بمقابلة السيئة بالحسنة. والرد على هذه الشبهة أن نقول إن القرآن المكي أيضا فيه ثقافة واستنارة، فيه ثقافة وفيه تقدم ورقي في الأخلاق، وفيه أيضا رحمة، والرحمة هي وضع الشيء في موضعه. الرحمة أن تستخدم القسوة أحيانا وأن تستخدم الشدة أحيانا مع المسيء ومع العاصي حتى تهذب أخلاقه وتقيم المعوج وتقوم المعوج من أخلاقه، فتستخدم معه الشدة. والشدة في هذا الموضع إنما هي رحمة، فقسى ليزدجر، ومن يك حازما ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. يبقى إذن عندما استخدم القرآن المكي العنف والشدة فكان في هذا الموطن في أعلى درجات الاستنارة والتقدم والسمو والرفعة، والرحمة أيضا لأنه يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. قولهم القرآن المكي اشتمل على الوعيد والتهديد والشدة دون القرآن المكي، هذه دعوة أيضا باطلة، فإن القرآن المدني اشتمل أيضا على الوعد والوعيد. عادة القرآن السائدة أن يتبع الترغيب بالترهيب، وأن يقرن الوعد بالوعيد. من لم تناسبه الشدة يناسبه اللين، من لم يناسبه الترغيب يناسبه الترهيب، من لم يعني يناسبه الوعد يناسبه الوعيد. وهناك آيات في القرآن الكريم
جاءت هي آيات مدنية جاء فيها أسلوب الشدة وأسلوب الوعيد والتهديد والقسوة أيضا، لكن على من؟ على العاصي وعلى المسيء. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذه آية في سورة البقرة، وسورة البقرة كما تعلمون سورة مدنية. كذلك يقول الله في سورة آل عمران المدنية: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. ويقول سبحانه وتعالى في سورة المائدة المدنية أيضا، وهي من آخر ما نزل من القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. كل هذه آيات مدنية جاء فيها الوعيد والتهديد وجاءت فيها الشدة. كذلك في القرآن المكي جاءت آيات الرحمة وجاءت آيات الترغيب وجاءت آيات الوعد: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه رحمة وهذا صفح وهذا تسامح، وهو وقد وردت الآية في سورة الأعراف المكية. في سورة فصلت المكية أيضا يقول الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فهذا رحمة وهذا عفو وهذا صفح. إذن هذه الدعوة التي يدعيها بعض المشككين والطاعنين في القرآن الكريم لا أساس لها ولا أصل لها، بل المتأمل في آيات القرآن الكريم يستطيع أن يكذب هذه الدعوة. وبقيت بعض الشبهات الأخرى والتي سنحاول الإجابة ونحاول أن نرد عليها وأن ندفعها في محاضرة قادمة إن قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.